شهري. الله كيف كان احساسك وانت تغني؟ ما تحس كثير من الناس يمكن يقولوا النفس فيها صعب ولا لا؟ لا، هي آلة نفخية، هي الآلة الوحيدة اللي نفخ وسحب ترى. فيبغى لها تدريب، يبغى لها اهتمام، يعني كيف تعرف الأساسيات حقتها تقريبا. جميل جدا. جاني فضول أعرف ليش هذه الآلة تحديدا، وهل تعزف في آلات غيرها ولا بس آلة الهارمونيكا؟ والله أعزف في الهارمونيكا وأعزف بيانو وأعرف أعزف آلة البانجوس برضه، فالحمد لله يعني شوية مطلع في الميوزيك.